الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اليوم جئتكم بفيديو جديد لعملة جديدة واعدة إن شاء الله في السوق، هي إيكو. اليوم ما زالت لها 8 ساعات للخروج. نعم، كما قلت لكم اسمها ليجيت كوين. اليوم هي ب2 دولار فقط، وهي إيكو، وهي عملة واعدة. يقولون أنها ستصبح 70 دولار في شهر مارس إن شاء الله. وهذا البنك أسس بنك ليجيت كوين الذي سينافس البلوك تشين. حقيقة يقولون أن هذه العملة واعدة، وكما نلاحظ البلاتفورم لهذه العملة تعطي 5 ليجيت عند التسجيل. 5 ليجيت تساوي 2، 1 ليجيت تساوي 2 دولار، يعني عندك 10 دولار، وعند توزيع رابطك ستحصل على 10 دولار، 15 ليجيت. سهل وبسيط التسجيل. سجلوا الآن واحصلوا على العملة، لها بطاقة ائتمان إن كارت كريدي لكل من يحصل على 200 توكن من هذه العملة. 200 حوالي في 2 تساوي 400 دولار. وغدا ستصبح عند مرور هذه 8 ساعات ستصبح 2.5 دولار، يعني 500 دولار تكون لك في بطاقة الائتمان، وتستطيع أن لديها 3 مؤسسين فقط. يبدو أنها عملة واعدة. ما نحن لا نخسر شيء، سنسجل. لقد سجلت وأخذت 5 ليجيت كوين، وعند ما يسجل وراءك أحد برابطك ستحصل على 15 ليجيت كوين. سنجمع الليجيت كوينات هذون حتى نهاية شهر مارس، وستذهب إلى البيت إكس أو إلى منصات أخرى وتجمع الأموال. نعم، أردت أن أوزع هذه العملة على جميع الأصدقاء، جميع العرب الذين يتابعوننا. ها هو التسجيل، كما قلت سهل 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 جدا، حوالي دقيقة. تفعل بالإيميل ثم يعطوك كود تضعه في الموقع، ثم تفتح موقعك وتحصل على العملة 5 ليجيت كوين و15 جنيه عندما يسجلها في رابطك. إذا فلنحتفظ بالعملة حتى نراها شهر مارس إن شاء الله. هذه هي العملة. $1.55 $2 $70 في شهر مارس إن شاء الله.